طبعا عشان وقت حلقتنا فاحنا محمرين الشعرية، لكن حضرتك هتحمريها عندك وقت العمايل على طول. عندنا مقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه؟ معانا شعرية محمرة، طبعا عايزة كيس، عايزة اتنين، على حسب ما حضرتك عايزة وعلى حسب المكونات اللي انت عايزاها او الكمية اللي حضرتك عايزاها. معايا حليب ومعايا سحلب ومعايا سكر ومعايا كمان فانيليا وزبدة ومية مغلية. طيب الزبدة اللي احنا حاطينها دي هتكون علشان تحمير الشعرية، فاحنا كده كده اصلا اوريدي محمرينها، فممكن ان احنا ايه نستغنى عن الزبدة اللي احنا حاطينها دلوقتي. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا الحليب وعندنا مية وعندنا سكر. هعمل ايه؟ همسك الشعرية كده واروح حطها في الحل. طبعا احنا اصلا المفروض ان هي علشان وقت الحلقه فاحنا محمرينها، لكن عند حضرتك هتحطي زبده وتحمري فيها الشعريه عادي جدا. وتكوني عامله ايه؟ تكوني جايبه كده الميه وجايبه كده الحليب، والاتنين يكونوا مع بعض، الاتنين يكونوا مع بعض. تشمي بس النار كده وتاخد من سخونيه الحله، ونبدا نحط نص ميه ونص حليب. عايزه الشعريه تستوي في نص ميه ونص حليب علشان تبقى متطعمه اكتر ومديه القوام اللي احنا عايزينه. بالشكل ده. شفتوا انا عملت ايه؟ هعمل كده واقلب. وعينينا عليها، ما سيبهاش تتقل. ليه؟ علشان كده كده هي هتتقل لما هاجي احط لها السحلب بالشكل ده. كده في كوبايه ميه هيتدوب فيها السحلب، وبعد كده هتنزل عليها بعد الشعريه ما تستوي، والفانيليا هنحطها في الاخر عشان ما نكتمش الريحه بتاعتها. اديها تقليبه كل شويه عشان انا مش عايزاها تنشي. نعم، علشان ما تنشيش معايا وعلشان ما تكتلش، لان انا لسه عايزاها هحط لها سحلب. عملنا ايه تاني عشان اللي ما شافوش معانا من الاول خالص؟ بنعمل شعريه باللبن بس مدخن لها السحلب. شفت الطريقه دي بصراحه على الفيسبوك وعجبتني وجربتها وطلعت تحفه بصراحه. طيب عملنا ايه؟ حمرنا الشعريه ورجعت بعد كده وهي بتتحمر، رحت نازله عليها بلتر حليب معاها قصادها لتر ميه علشان تستوي معاها براحتها خالص. طيب حد يقول لي ايه؟ نونا، هو انا ينفع احط لها الميه تستوي فيها وبعد كده احط لها نص لتر حليب؟ ما عنديش مشكله، بس لما بتستوي في الحليب بتبقى اطعم، بتدي تطعيمه احلى بكتير لما تستوي في ميه بس. برجع بعد كده اروح حاطه السكر وادوبهم مع بعض كده، وكل شويه اقلبها علشان انا مش عايزاها ان هي تلزق في الحليب. بعد ما بتستوي الشعريه بعمل ايه؟ بروح جايبه كوبايه من الميه صغيره ادوب فيها السحلب بتاعها واروح حاطاه. هتبدا ان هي تتقل، اروح حاطه الفانيليا وابدا اغرفها وازينها برضو بالسوداني المجروش اللي عندنا. بتطلع حاجه في منتهى الجمال. سحلب دوبته في كوبايه او نص كوبايه من الميه بالشكل ده كده. شايفين بدات ان هي، طبعا انتم مش حاسين باللي انا حاسه بيه، بس هي انا اللي حاسه بالتقل بتاعها. بدات ان هي تتقل بالشكل ده كده، ريحتها تحفه. دقتها في الفاصل الشعريه استوت وتمام وزي الفل، ريحتها حلوه جدا من السحلب اللي معمول. التسويه بتاعت الشعريه بتاعتها مظبوطه جدا، حاجه مغذيه وحاجه تدفي، هتطلع معاكي ان شاء الله زي الفل. بنسيبها تبرد شويه، نرجع بعد كده نحط عليها برضو من على الوش الزاني مجروش. عايزه تحطي زبيب، عايزه تحطي جوز هند، اللي انت عايزاه كله اعمليه. بسم الله. ايا كان نوع المكسرات اللي عندك ما عنديش اي مشكله، مش عايزه لها مكسرات خالص ما تحطيش. طبعا احنا مستخدمين سوداني فيعتبر ارخص انواع التزيين يعني بالشكل ده كده. يبقى عملنا بليله وعملنا شعريه والاتنين مدخله لهم سحلب كماده ربط، هتطلع معانا في منتهى الجمال. طيب